مساء الخير، مرحبا بكم في ناس نسمة تورك شو المغرب الكبير مباشرة من تونس، ومعايا كنزة بوشناق وزينب صابر. الحمد لله على لطف زينب. ربي يخليك. بعد لحظات نحكي على العنف الموجه ضد النساء في تونس. حالات الاغتصاب كانت موجودة قبل الثورة وتواصلت من بعد، أما النساء تعاني من أنواع أخرى من العنف. التفاصيل مع أحلام بالحاج، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. لكن قبل نتحولوا للمغرب في قراءتنا الأسبوعية لأهم الأحداث في المملكة، رئيس الحكومة المغربية بن كيران يتعرض للاحتجاجات بعد مشاركته في المنتدى العالمي للديمقراطية، وين هاجم الاتحاد الأوروبي، ومواضيع أخرى نتعرض لها مع ضيفنا الناشط الحقوقي والكاتب والباحث سيد أحمد عصيد. مساء الخير سيد أحمد. إذن البداية مع عناوين الجرائد المغاربية وتعامل حكومات الربيع العربي مع أوروبا والاتحاد الأوروبي. بدايتنا من جريدة الصباح المغربية والعنوان على مشاركة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في أشغال المنتدى العالمي للديمقراطية. بن كيران قال في المنتدى: أوروبا واكبت ديكتاتوريين قبل أن تحتضن الربيع العربي. موقف حاد من أوروبا، من أوروبا وفي أوروبا، على لسان رئيس الحكومة المغربية. موقف حاد آخر مرة هذه من تونس ضد أوروبا. جريدة الصريح التونسية رجعت على انتقادات عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لأوروبا، وزاد وقال في ندوة صحفية: النفاق الأوروبي بلغ درجات غير معقولة. عدنان منصر كان يتحدث على الشروط الجديدة اللي ضبطها الاتحاد الأوروبي لإسناد مرتبة الشريك المتميز لتونس. سيد أحمد عصيد، يعني حكومات المغرب، الحكومات الربيع العربي تنتقد الاتحاد الأوروبي، بن كيران يتحدث على دعمهم للديكتاتوريات، وعدنان منصر في تونس يتحدث على نفاق. هل هذه هي الطريقة للتعامل مع الاتحاد الأوروبي اليوم؟ بالطبع لا، الاتحاد الأوروبي هو شريك رئيسي بالنسبة للدول المغاربية، ويبدو أن القوى الإسلامية التي تتولى الآن تدبير الشأن الحكومي لديها تصور آخر للمستقبل، ويتمثل في محاولة استمالة الغرب نحوها من أجل بالدرجة الأولى أن يسكت عن موضوع حقوق الإنسان. فالمؤاخذة التي لدى الإسلاميين عن الغرب حقيقة، سواء أوروبا أو الأمم المتحدة أو أمريكا أو غير ذلك، هو أن هذا الغرب يضغط على السياسة الداخلية في موضوع حقوق الإنسان، وهم يريدون نوعا من الفيتو في هذا المجال، يريدون أن يصبحوا حلفاء للغرب لكن يضمنون مصالحه، ولكن دون أن يتدخل في الشؤون الداخلية. وهذا بالطبع يرجع إلى تحفظهم على مفهوم الديمقراطية بالمعناه الحديث. ولكن نعرف أن الاتحاد الأوروبي جوستومون كان ديما مطالبه من عهد حتى الديكتاتوريات، كما يقول بن كيران، عهد الديكتاتوريات كانت مطالب احترام حقوق الإنسان موجهة إلى كامل الحكومات المغاربية. بالطبع كان هناك ضغط من الداخل، من القوى المدنية والسياسية الديمقراطية من الداخل، وكان هناك ضغط من الخارج، من القوى الحقوقية والاتحاد الأوروبي وغير ذلك، من أجل إنجاح مسلسل الديمقراطة الذي يتضمن توسيع مجال الحريات، المساواة بين الرجال والنساء، إطلاق المعتقلين السياسيين، حماية التنوع الثقافي واللغوي إلى غير ذلك. فهذه أمور بدأت تتحقق بفضل الضغط الداخلي وبفضل أيضا الضغط الخارجي، وهذا شيء يزعج الإسلاميين. فالتصريحات التي نجدها ضد يعني تصدر عن الإسلاميين ضد الغرب عموما، هي تصريحات تهدف أساسا إلى كسبه كحليف، لكن دون أن يوجد عليهم ضغط في موضوع الحقوق هذه، لأن لديهم تحفظات حولها. واضح. على كل حال، مشاركة رئيس الحكومة المغربي في المنتدى العالمي للديمقراطية، باش نرجع عليها شوية آخر مع زينب، بما أنه كانت انتقادات حتى في الداخل المغربي من قبل نواب مغاربة للمشاركة هذه، ولكن زادة باش نرجع عليها في تقرير منير أوبري اللي باش يرجع لنا على أهم الأحداث اللي صارت في المغرب على طول أسبوع. تفضل. شريط الأحداث اللي عرفها المغرب هذا الأسبوع غادي نبداوه مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، والخطاب اللي ألقاه في مجلس أوروبا في إطار المنتدى العالمي للديمقراطية.
عبد الإله بن كيران في الكلمة ديالو حذر من الخطر ديال الانفجار الاجتماعي في جنوب البحر المتوسط، وهذا بسبب التفاوت في توزيع الثروات بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى أن بن كيران دعا المستثمرين الأوروبيين باش يتصرفوا كشركاء شرفاء وعدم المغادرة ديالهم في حال وجود أقل نزاع اجتماعي. قطاع الصحة واليوم الثاني على التوالي، وصلت 6 ديال النقابات الصحية لإضراب ديالها الوطني في كل المؤسسات الاستشفائية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. المستشفيات عرفت البارح واليوم شلل في الخدمات الصحية، والتبرير ديال النقابات المضربة كيقول بأن قرار الإضراب جاء بسبب الرفض ديالها لنتائج الحوار مع وزير الصحة الحسين الوردي، والإضراب كذلك هو موقف رافض لتطبيق مرسوم ديال تشغيل خريجي المعاهد ديال الصحة الخاصة في المؤسسات العمومية. إضرابات أخرى متوقعة في التعليم والجامعات المحلية خلال الأيام المقبلة. وغادي نختموا جولتنا الإخبارية بواحد الرقم كشفت عليه جمعية إنصاف لمساعدة النساء في وضعية صعبة، واللي هو 153 طفل كيتولدوا كل يوم في المغرب خارج مؤسسات الزواج، منهم 24 طفل كيتم التخلي عليه من طرف الأم ديالو. هذا الرقم اللي قدمته جمعية إنصاف، واللي كيتضاف لأرقام أخرى لجمعيات أخرى بحال جمعية التضامن النسوي، كيطرح أكثر من علامة استفهام وكيدعو للتفكير بجدية في مراجعة الأنظمة الخاصة بالكفالة وتفعيل مبادرات وقائية من ظاهرة التخلي على الأطفال الحديثي الولادة. رجعنا معك سيد أحمد عصيد مع زينب. كما كنا نشوف في تقرير منير لتصريحات رئيس الحكومة المغربية بن كيران في المنتدى العالمي للديمقراطية. زينب ويا حمزة، أستاذ عصيد، بعض المرافقين رئيس الحكومة لهذا المنتدى صرحوا لجريدة صباح أنهم كيعتبروا تصرف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بالضعيف على مستوى الشكل والمضمون. شنو رأيكم أنتم؟ كان بالطبع، لأن مشكلة بن كيران الآن هو أنه يواجه ملفات ثقيلة داخليا اجتماعية واقتصادية وسياسية، وكذا مشكلة الحريات، وبما أنه لم يستطع أن يحل العديد من المشاكل كما وعد بذلك في الحملة الانتخابية قبل أن يصبح رئيس الحكومة، فهو الآن يحاول أن يسند مشاكله إلى الخارج، وبالطبع الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي لكن ليس مسؤولا عن المشاكل الداخلية للبلدان الغير ديمقراطية، والمطلوب هو إنجاح هذا المسار الديمقراطي وتسوية هذه الملفات من خلال تحقيق الوعود التي وعد بها بن كيران ومن معه. وبالتالي أذكر هنا بأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تزعج الإسلاميين في الواقع، لأن لهم وجهان، وجه يتظاهر بأن الاتحاد الأوروبي شريك للمغرب، ولكن وجه فيه تحفظات مثل ما حدث في اتفاقية المساواة أو الميز، محاربة الميز، كل أشكال الميز ضد النساء، حيث ظهر من وزيرة الأسرة نوع من تصريحات فيها نوع من التحفظات أثارت يعني هجوم الحركة النسائية المغربية، وفي نفس الوقت وقعت على مضض على هذه الاتفاقية، أي اتفاقية محاربة كل أشكال الميز ضد النساء. فإذا الإسلاميون متذبذبون بين القناعين وبين هذين الوجهين. وسي عصيد، خلال كلمة ديال رئيس الحكومة أيضا البعض قال أنه غلب صفته الحزبية على كونه رئيس حكومة. هو بالطبع هذا شيء نلاحظه في الحياة السياسية المغربية منذ 10 أشهر، حيث يطغى على رئيس الحكومة وعلى وزراء الحزب العدالة والتنمية الصفة الحزبية أكثر من الصفة الحكومية، والهدف بالطبع هو نوع من النزوع نحو الهيمنة على الحياة السياسية والهيمنة على الدولة. هذا شيء مستحيل بالطبع، لكن يحاولون أن يقدموا أنفسهم كما لو أنهم الحكومة، ويمحو تقريبا، يحاول أن يمحو وجود الأحزاب الأخرى المشاركة لهم، وهذا غير ممكن لأن التوجهات العامة المعلنة للحكومة ليست توجهات حزب بن كيران وحده. ومن جهة ثانية فهو لا يمكن اليوم في النقد السياسي داخل المغرب أن نتوجه بالنقد لحزب واحد، علينا أن ننتقد الحكومة، وبالطبع الحزب الذي ينفرد بمواقف غير ديمقراطية ينبغي أن يحاسب على مواقفه. وحنا كنتكلموا دائما على كلمة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، واش في نظركم غادي يكون لها تأثير على صورة المغرب في الخارج، خصوصا وأن رئيس مجلس أوروبا أبدى تذمره من كلمة عبد الإله بن كيران؟ لا بالطبع هذا سيكون له آثار سيئة وسلبية، ولكن أعتقد بأن القوى السياسية داخل المغرب ستحاول من خلال توجيه
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في الاتجاه الصحيح أن تتدارك مثل هذه الأخطاء. لكن على كل حال ليس رئيس الحكومة في المغرب هو الذي يحدد في النهاية الخطوط العريضة للسياسة مع الخارج. لكن هو أستاذ أحمد عصيد، معروف عليك يعني موقفك من الإسلاميين عموما والإسلاميين في المغرب خصوصا، وخاصة حكم الإسلاميين، وتقييمك عادة سلبي لهم، علاش؟ بالطبع مواكبتي لعمل الإسلاميين سواء قبل وجودهم في الحكومة أو بعد صعودهم في الحكومة هو مواكبة نقدية موضوعية. أتتبع أداءهم السياسي وسلوكهم وخطابهم أيضا بالنقد، وهذا معناه أنني لا أوجه اتهامات بدون وجود يعني حادثة أو واقعة أو قرار معين أو إنجاز معين يستحق هذا التدخل. فبالنسبة لي المواكبة النقدية ضرورية ولكن الموضوعية، بمعنى ليس من حقنا أن نجني على الإسلاميين أو نتهمهم بما لم يفعلوه، ولهذا ننطلق أساسا من السلوك السياسي وليس فقط من الخطاب. وأعتقد بأن هناك نوع من التناقض في أحيان كثيرة بين خطاب الإسلاميين وسلوكاتهم، فالذي يهمني شخصيا هو السلوك السياسي والسلوك داخل المجتمع لأنه هو الذي ينبئ عن التوجهات الحقيقية. ولكن رغم ما تعتبره من تناقض بين السلوك والخطاب، الإسلاميين اليوم في المغرب أو الإسلاميين في تونس، الشعب هو اللي أعطاهم الأغلبية ليترأسوا الحكومات في البلدين الاثنين. في الواقع يمكن أن نتحدث عن أغلبية محترمة في تونس بالنسبة لحزب النهضة، لكن هذا ليس نفس الشيء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. فالأغلبية النسبية التي حصل عليها لا تمثل وزنا كبيرا بالنسبة لعدد المصوتين وعدد الأحزاب الموجودة، وبالنسبة للمسجلين في اللوائح يعني حصل على 1,300,000 من أصل 6,500,000 من المصوتين، ومن أصل 13,500,000 من المسجلين في اللوائح، ومن أصل 22,000,000 من الذين لهم حق التصويت. إذن يصعب الحديث عن تمثيلية الشعب، لكن المعضلة الحقيقية في المغرب والتي لا ينبغي السكوت عنها هو من هم الأغلبية الصامتة التي تقاطع الانتخابات وتعزف، ولماذا هذه الأغلبية تقاطع؟ هذه المعضلة الحقيقية، وصعود الإسلاميين لن يغطي أبدا على جوهر المشكل. أستاذ عصيد، احنا كنتكلموا على المغرب، كيشهد منذ تولي حكومة بن كيران الحكم 10 شهور احتجاجات كثرت خصوصا في الفترة الأخيرة، إضرابات في قطاع التعليم، إضرابات في قطاع الصحة اللي ما زالت مستمرة اليوم، إضرابات في قطاع النقل الطرقي، إضرابات القادة لأول مرة وسابقة من نوعها بحسب ما جاء في مجلة الآن، كيهبطوا للشارع للاحتجاج. في نظركم كيفاش كتفسروا هذه الحركة؟ التفسير الرئيسي لهذا الاحتجاج المحتدم والمتزايد هو الآمال التي عقدت على هذه الحكومة في الظرفية التي تولت فيها شؤون إدارة شؤون الحكم، خاصة بعد الربيع الديمقراطي. فالناس انبعث عندهم الأمل في التغيير، وكانت هناك وعود كثيرة، والطريقة التي تحرك بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات كانت طريقة اعتمدت أصلا على هذه الآمال الشعبية لكي يصوغ خطابه التعبوي وخطابه الانتخابي. طبعا عندما تولى مقاليد السلطة وقعت تراجعات كبيرة خيبت الآمال، وقع نكس للوعود الانتخابية وفي الخطاب الصريح وفي في المواقف العلنية، وهذا أدى إلى تصاعد الاحتجاج. يعني أنتم كتوافقوا الرأي حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال اللي صرح أن هناك بطء في العمل الحكومي؟ ليس هناك فقط بطء، بل هناك تراجعات حدثت في الوعود، مثل مثلا تشغيل العاطلين قيل لهم الرزق على الله وليس على الحكومة، مثل مثلا محاربة الفساد تم الخضوع في النهاية للوبيات الفساد والاستسلام أمامها، مثل الكثير من الوعود التي اللي كيواجهها وزير الصحة. أن النقابات اللي جرت مع الحوار كتقول أنه ما وقفش في وجه رموز الفساد في القطاع. هي بالطبع محاربة رموز الفساد هي بحاجة أصلا إلى قوة داخل الدولة، يعني أن يكون للذي يتزعم الحكومة أو الذي يشارك في الشأن في تدبير الشأن الحكومي أن تكون له القوة اللازمة التي تمكنه من هذه المواجهة. في الواقع
يمكن القول أن حزب العدالة والتنمية في حقيقته كحزب يميني محافظ موالي للسلطة ليست له هذه القوة التي تجعله يواجه فعلا لوبيات الفساد التي أساءت إلى الاقتصاد الوطني والتي صنعت هوامش الفقر وأدت إلى الأوضاع التي نعرفها في المغرب. أستاذ سيد غنزيد نمشي معك شوية دي الإحصائيات اللي خرجوا مؤخرا. أول إحصائية هي كتكلم كشفت عليها وزارة التجهيز والنقل وكتفيد باللي المغرب في سنة 2011 كيشهد 12 حادثة سير كتوقع كل ساعة يوميا وأن 90% من هذه الحوادث هو سببها العامل البشري السلوكي. أشنو تفسيرك لهذا؟ لا بالطبع هناك أولا وقبل كل شيء البنيات التحتية ما زالت في عدد من المناطق ضعيفة، ولكن بمعنى نعم هناك لا ينبغي أن نغطي أيضا على هذا. هناك جانب متعلق بطرق كثيرة ليست في المستوى أن تستوعب يعني الحجم الهائل يعني السائقين والسيارات وغير ذلك. ثم هناك العقلية والذهنية التي استشرت والمرتبطة أساسا بالفساد وبالرشوة. ما يساهم في هذا الوضع هو أن المواطن يأمن نفسه من العقوبة لأنه يضع دائما في حسابه أن يقدم رشوة للشرطي أو للجندرم لكي يفلت من العقوبة الحقيقية والعقوبة الكبرى. وهذه الذهنية وهي ذهنية فاسدة مستشرية تساهم بشكل كبير في عدم احترام القانون. ولكن أستاذ عاصد ما يمكنش أن نكرو أنه كاين اون اوتخ فيرسيون واللي الدليل عليها فجأت ستات حادثة ديال ستات اللي طرات ما كاين لا رشوة والطريق مزيانة، ولكن الحادث اللي ماتوا فيه 8 ديال الأشخاص وأكثر من 25 جريح سببه الإفراط في السرعة. يعني هذا شيء هذا مشكل يتعلق بمشكل الحافلات، مشكل الحافلات والطريقة التي يتم بها تشغيل السائقين والرهانات التي لدى هاد الأرباب هذه الحافلات في الربح والربح السريع وبأسهل الطرق يجعل أن معظم السائقين الحافلات لا يحترمون قوانين السير ولا يحترمون السرعة، وهذا عامل أساسي أيضا يصنع مآسي اجتماعية كثيرة. ما زلنا معك سيد أحمد عصيد الكاتب والباحث والناشط الحقوقي المغربي في التعليق على أهم الأحداث في المغرب بالنسبة للجمعة هذه. ولكن في الأثناء ماشيين معك كنزة للروفي دو بريس نتاعنا اللي بتحكينا فيها شوية آخر زادة على المغرب وخاصة على المحتجين اللي طالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام. تفضل. نبدأ قبل بتونس مع لو بوز اللي سي لا فيديو لراشد غنوشي في حوار مع السلفيين مانيبيولاسيون ودوبل ديسكور سؤال موجود على الصفحة الأولى de la presse de Tunisie. Une vidéo montrant Rachid Ghannouchi en conclave avec des salafistes fait scandale. تكتب اليوم la presse. جهتها جريدة المغرب تقول وان كشفت حقيقة مشروع راشد غنوشي السلفي. Le temps عمل la une ديالو en rouge. Le buzz par qui le scandale arrive. Rachid Ghannouchi juge que l'armée et la police ne sont pas garanties. من جهته صباح يكتب تهديد مباشر للانتقال الديمقراطي وتمهيد للاستبداد. وكما راكم تشوفوا في لاكاريكاتور الجمهوريه الديمقراطيه الدوله المدنيه وراشد غنوشي بالاحمر يكتب مؤقتة. في الجزائر الخبر يرجع على الاشتباكات اللي وقعت في مدينة معسكر غرب الجزائر، غضب ومواجهات عنيفة في معسكر، المحتجون يطالبوا بتحقيق محايد في وفاة شاب أوقفته الشرطة. الجزائر نيوز يهتم اليوم بالأرقام، أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، هل نصدق الأرقام تسأل الجريدة. في المغرب لا بوليميك على سن التقاعد، لو غوفرنمون ايزيت لا فاكتور غونفل يكتب اليوم ليكونوميست مع اون كاريكاتور ثاني موجوده بن كيران يسال خروف كبش علوش يقول له سي تو مو دي كومون فير بور كومبلي لو ديفيسيت دو روتريت تي سوفي دو العيد والكبش يجاوبوا فو افونسي لاج دو ديبار على روتريت اوغمونتي لي تو دو كوتيزاسيون وبن كيران يقول له انكرويابل حتى هو على باله. الوغ بور فينير الموقع الالكتروني هاس بريس مناهض كما قلت حمزه مناهض الاعدام يحتاجون امام البرلمان ويطالبوا حضور الرميد اللي هو وزير العدالة. على اللافتات اون بو ليغ نعم لإلغاء عقوبة الإعدام. أحمد عصيد لماذا لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب؟ بالطبع لأنه المسلسل انفتاح على العالم وعلى منظومة حقوق الإنسان الدولية كان بطيئا وكان هناك مقاومات داخل الدولة بسبب وجود يعني ازدواجية الدولة.
هناك الوجه المحافظ للدولة التقليداني وهناك الوجه العصراني، وبالطبع الصراع بين هذين الجانبين عرقل نوعا ما التطور نحو منظومة حقوق الإنسان العالمية. وهناك معطى لا يعرفه الكثيرون، وهو أنه في الثقافة الأصلية للمغاربة في الثقافة الأمازيغية لا يوجد حكم الإعدام أصلا قبل منظومة حقوق الإنسان الدولية. اليوم عندما يدافع الناس عن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، لا أحد يتحدث عن أن هذه العقوبة غريبة عن تقاليدنا الأصيلة الأمازيغية في المغرب وشمال إفريقيا، لأن في القانون العرفي الأمازيغي يوجد الحكم بالنفي ولا يوجد، هو أقصى عقوبة، ولا يوجد الحكم بالإعدام. وهذا معنى أن لدينا في ثقافتنا الأصيلة قيم إنسانية تلتقي وتتطابق مع القيم الكونية، ويكفي استثمار هذه الجذور وهذه المعطيات من أجل توعية المواطنين من أجل إلغاء هذه العقوبة، لأنها تمس فعلا بالكرامة الإنسانية. تكلمت على الأمازيغية، خبر تكلمنا عليه البارح هنا في ناس ما ويندوز 8 باللغة الأمازيغية تم لونسمون أوفيسيال البارح في رباط، يعني نوع من الاعتراف. نعم، هو الاعتراف كان منذ 2004 بحرف الأمازيغي تيفيناغ من طرف المعهد الدولي لمعايير الخطوط إيزو إنيكود، واليوم تدخل الأمازيغية في المجال يعني الكمبيوتر وتحقق وجودها في الويندوز، وهذا سيسهل كثيرا على يعني في العالم على الكتاب بالأمازيغية أن يمارسوا الكتابة بدون مشاكل التي كانت موجودة من قبل. شكرا لك استاذ، يعطيك الصحه كنزه. احنا ماشيين للجزائر المره هذه، باش نحكيو في التقرير الجاي على ثوره الامازيغ جوستومون، ولكن باش نحكيو بالاخص على اهم مراحل رئاسه الراحل الشاذلي بن جديد الرئيس الجزائري في تقرير لمية تقزو. تفضل. مساء الخير، مرحبا بكم في مقام شهيد. هذا المونيمون كي سامبوليز الجي عاصمه الجزائر. تعرفوا باللي مقام شهيد هو من الانجازات الهامه اللي عرفتها الجزائر خلال عهده رئاسيه تاع شاذلي بن جديد الله يرحمه اللي فقدناه صافي 4 جوغ. الرئيس الثالث للجزائر بعد الاستقلال كان معروف بلو بريزيدون دون بيريود تروبل اللي بدات بالربيع الامازيغي في 1980 واللي جا بعده احداث اكتوبر او 5 اكتوبر 1988. اي لو بلو تريس دون تو سا هو ظهور ليزيسلاميست. D'ailleurs, l'ouhda réassie est à Chadli Ben Jdid, qu'il a une démission. Ou alors, il a démissionné parce qu'il s'est retrouvé tout simplement bien les islamistes d'un côté et l'armée nationale d'un autre côté. Parlons des islamistes, justement. Hadouma met qablouch tawajud maqam shahid fil Jazair, ou maqam shahid li tibna fil 1982 fil dikra al-20 l'istiklal Jazair, ou talqu alih ism Houbel. Et les islamistes algériens s'immaou maqam shahid bi Houbel, ou hada li ta'bir ala rafdhom li tawajud un édifice qui fait 50 mètres de hauteur fi dawla islamia, comme quoi les islamistes ont une imagination débordante. Ana khalikoum tetamlou maqam shahid li yahmel dikra shuhada'na w ntlaqaw la semaine prochaine Hamza. شكرا لك لميا من مكتب نسمة في الجزائر. احنا مواصلين معاكم وبعد لحظات باش نحكيو على العنف المسلط ضد المرأة في تونس، وتو ناخذوا راي ضيفنا في الموضوع، وما زلنا باش نحكيو على الوضع وتحليل اهم الاخبار في المغرب بطبيعة الحال. نمشيو مع البوب وراجعين.
مساء الخير من جديد في نسمة تولك شو المغرب الكبير مباشرة من تونس. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أطلقت نهار 3 حملة وطنية ضد العنف الجنسي الموجه للنساء تحت عنوان ألت أو زاغريسيون سيكسويل كونتر لي فام، على العنف الموجه ضد النساء. والحملة جديدة للنساء الديمقراطيات نحكي الليلة مع حليم بالحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. مساء الخير. بل منخوض معاك في التفاصيل. ملاك اليزيد زارت مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابع للنساء الديمقراطيات وجبت لنا التقرير هذا، تفضل. أن سوجي تابو أو من المواضيع المحظورة، هكا اعتبروا برشا ناس موضوع الاغتصاب في المجتمع التونسي. لكن وقت اللي تأكد نوكيت ناسيونال نشرها ديوان الأسرة والعمران البشري أنه اون فام سوغ دو يتعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي أو العنف، فإنه هنا نوليو نحكيوا على ظاهرة قديمة جديدة استفحلت في مجتمعنا برشا بحسب ما تأكدوا لنغم العالمية. العينات اللي تم العمل عليها مش كبيرة، لكن الأرقام اللي قدمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية مؤخرا تعتبر خطيرة، وما خفية كان أعظم. احنا فما بروسيسوس كامل يصير، اكومبانيومون كامل يصير باش نخليوها تخرج من الوضعية هذه وتعتبر روحها ضحية. ضد الحالات المتعرضة للاعتداءات الجنسية اللي هي تجاوزت 100 حالة منذ 1991، الحالات هذه توجهت لنا المركز التوجيه والاستماع للنساء ضحايا العنف. عنا حالات، بعض الحالات اللي معناتك اللي وصلوا حتى معناتك اللي عندهم حالات اكتئاب معناتك اللي حادة جراء اللي تعرضوا له، فما اللي معناتك اللي سير كي اون ديفلوبي هكا دي زيتا دو ستريس بوست تروماتيك، واللي هما حالات اللي يجيو معناتك نتيجه صدمه قويه تتعرض لها المراه. لكن اللي اكيد انهم الكلهم معناتها يجيو يعانيو من اون ديتريس سيكولوجيك معناتك اللي اون سوفرونس معناتك اللي كبيره. بحسب عديد الاحصائيات فانه 78% من النساء معرضات للفيولونس كونجوغال اي الاغتصاب من طرف الزوج، او معرضات للانسيست اي الاعتداءات الجنسيه من ذوي القربى، و99% من النساء في المجتمع التونسي معرضات للتحرش الجنسي. هنا يولي الموضوع أخطر من أن نسكتوا عليه. الاغتصاب ديما مربوط بالجنس، وديما مربوط بالشرف، وديما مربوط معناتك اللي بشرف عائلة كاملة معناتك اللي دونك واللي المرأة تخزنها معناتك اللي كفكرة كأنها هي كالكو باغ مسؤولة معناتها على شرف العائلة، دونك يخلي الإنسان معناتها في أغلب الأحيان يسكتوا معناتها على الفيول. من الخوف من المعتدي أو الخوف من المغتصب إلى الخوف من المجتمع، تبقى الضحية من غير حق في ظل غياب الصرامة في تطبيق القوانين. حليم بالحاج، شنو أهم أنواع العنف اللي يحكيوا لكم عليهم النساء في مركز الإنصات نتاعكم؟ والله احنا المركز هذا حليناه من سنة 93. أيوة. حليناه في ظرف اللي وقت اللي نحكيوا على العنف المسلط على النساء، الدولة التونسية تقول لنا على شنو تحكيوا؟ نوتخ بروميير كومباني لافيش قاعدة تسيزي في وزارة الداخلية أشهر. خاطر عام 91 هذي دونك عام 93 فتحنا المركز بوغ دير راهو ماناش نحكيو على حاجه في الهواء خياليه، راهي موجوده في المجتمع وراهي النساء هذوني ما يلقاوش شكون يسمعهم. دونك كيف حليناها احنا المركز عام 93، وعلى مر السنين ركمنا العديد من الحالات نتاع النساء اللي جاونا للمركز وطلبوا المساعده. في حقيقه الامر احنا في تونس في الفتره هذيك لقينا العديد من انواع العنف، كيف ما اللي يقول عليه الاعلان العالمي ضد العنف المسلط على للقضاء على كافه اشكال العنف المسلط على النساء، فما عنف جسدي، فما عنف معنوي، فما عنف جنسي، فما عنف اقتصادي. احنا في تونس المده الفارطه للسنين هذيك الكل زدنا عليها العنف السياسي، على خاطر جاونا برشا نساء زاد ضحايا عنف سياسي. دونك كيفه انواع العنف اللي نتصورها راهو جاتنا في المركز. حاجه بركه ممكن خاصه في البدايه وقت اللي فتحنا المركز كان اساسا للنساء معناتها لي زادولت، لكن لقينا رواحنا في العديد من الحالات رافقنا حالات نتاع اعتداءات على الفتيات، فتيات الصغار وخاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية. شنو يمكن أهم الحالات اللي صار فيها ارتفاع بالستاتيستيك والأرقام اللي عندكم أحنا بالحاجة؟ هل فما عنف معين زاد في السنوات الأخرى ولا في الأشهر الأخرى؟ والله صعيب القول، راهو كونت اون بارل دو شيفر يلزمنا نقولوا نردوا بالنا شوي. معناتها فما فرق ما بين مثلا
اون امبريسيون نشوفوا انواع من العنف اكثر شويه من العاده. اما هذايا راهو ما يشمل كان النساء اللي جينا للمركز، ما نحكيوش على ظاهره مجتمعيه، لكن كظاهره مجتمعيه احنا اليوم نعتبروا اني قدمنا خطوه على خاطر عندنا مسح وطني عام 2010 تعمل، واللي عندنا فيه ارقام وطنيه شملت 3800 امراه، فوق من 3800 امراه، واللي يدل بصفه واضحه على اهميه الظاهره هذه في المجتمع التونسي. 47.9% من النساء التونسيات تعرضوا لنوع من انواع العنف. احنا اليوم كجمعيه اطلقنا حمله ضد العنف الجنسي، واخترنا نوع من انواع العنف حاليا باش نطلقوا عليه الحمله هذه، باعتبار يمس العديد من النساء التونسيات. اكثر من 15% من النساء في المسح هذايا اللي قام بها ديوان الاسره والعمران البشري يقولوا اللي هم تعرضوا لنوع من انواع العنف الجنسي. عمليا الحمله هذه عمليا كيفاش باش تعملوا الحمله هذه؟ شنو معناتها تعملوا حمله اسمها يكفي من الاعتداءات الجنسيه على النساء؟ شنو معناها عمليا؟ والله احنا كيف نقولوا رانا باش نعملوا حمله على الاعتداءات الجنسيه فيها عديد من المراحل. فيها المراحل التعريف، كيف نقولوا احنا اعتداء جنسي شنو نقصدوا به؟ وهذايا مرحلة أولى عملنا ندوة صحفية باش نقولوا هاو شكون هم النساء اللي جيونا للمركز، هاي شنيا أنواع العنف الجنسي اللي نتعرضوا لها. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي عمل حول المؤسسات الموجودة في بلادنا لحماية النساء من العنف هذايا. فما الجانب القانوني، اون فا ديكورتيكي لا لوا، القانون اش فيه اليوم؟ هل يحمي النساء المعنفات جنسيا أم لا يحميها؟ الأطر اللي موجودة اليوم كيفاش تحمي ولا كيفاش ما تحميش؟ المؤسسات اللي من دورها حماية النساء هل هي قاعدة تقوم بها أم لا؟ الشرطة، القضاء، الطبيب، المرشدة الاجتماعية، فما توت ان سيركوي. وبعدها نوصلوا للعائلة زادة طبعا من الأول، لكن للميديا والمجتمع بصفة عامة والرأي العام بصفة عامة. هذه الكل فما خطوات، في كل خطوة نتوجهوا فيها لطرف من الأطراف المتدخلين، وطبعا الخاتمة بالنسبة لنا احنا هذه الكل بعد ما يتم التحسيس والتوجه لكل طرف اللي عنده دخل في السيرورة اللي تتعرض لها النساء ضحايا العنف الجنسي. طبعا فما عمل معناتها نتاع ضغط تجاه الدولة باش هي تتحمل مسؤوليتها، خاطر بالنسبة لنا احنا أولا وقبل كل شيء الدولة هي اللي تتحمل مسؤولية حماية النساء ضحايا العنف. تكلمي على الدولة، حنتش مراكز الإنصات في دول المغرب الكبير اون برون ميم ليكزومبل ماروك كثيره، وجمعيه الدفاع على النساء كثيره، ولكن باغ اكزومبل ماروك كنلوموا الى خدينا لو فولي ديال الامهات العازبات، وقع لهم جمعيه انسات كتوقع كتلوم القانون الفصل 490 من القانون الجنائي، كتقول انه ما كيحميش الام العازبه نظرا انه ما كيجبرش الاب انه يقوم بلا دي ان. واش لقاو اسكو سي لا ميم سيتواسيون كي سو ريبرودوي في تونس؟ واش كاين خلل في القوانين؟ فما العديد من الحاجات اللي نتقاربوا فيها، وفما حاجات مختلفين فيها. احنا في الحقيقه مثلا انا حكيت على بدايتنا في المركز قبول النساء ضحايا العنف في الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات، هو ذا مشروع من الاول مغاربي، من بدايته مغاربي، وفتحناه معناتها كان فما مركز من الجزائر ومركز من المغرب، واشتغلنا كثير مع بعضنا، اشتغلنا كثير على قبول النساء ضحايا العنف، اشتغلنا كثير مثلا على مساله التحرش الجنسي اللي ما كانش عندنا قوانين في بلداننا الثلاثة، ما كانش عندنا قوانين واضحة تجرم التحرش الجنسي. عام 2004 تقريبا في ثلاثة بلدان او ميم تان اون ايو دي لوا اللي تحت ضغط الجمعيات النسائية وتحت على اثر عمل قامت به الجمعيات النسائية في المنطقة. بالنسبة نرجع لسؤالك فيما يخص مثلا الأم العزباء في تونس، مثلا عندنا قوانين أحسن من قوانين في المغرب. مثلا القانون التونسي تطور عام 98 عام 2000 عام 2002، دونك كل مرحلة كان فما تطور، رغم اللي هو لازمته تحسين في تونس أيضا على خاطر فيه العديد من الثغرات، لكنه القانون التونسي يسمح بالقيام جوستومون بريكونيسونس دو باترنيتي. ولكن انت قلت حتى في ندوه صحفيه حاليا بالحاجه للقوانين الموجوده حاليا التشريع في تونس، وخاصه في موضوع الاعتداءات الجنسيه على النساء غير كافيه ولا تحمي ربما المراه اللي تتعرض لاعتداء جنسي. قلت القوانين التشريع غير كافيه، وقلت المنظومه الامنيه الموجوده نتاع المراه اللي باش تمشي تشكي وكيفاش يتعاملوا معاها وكيفاش يسمعوها وكيفاش يقيدوا لها التقرير وغيره ماهيش غير معناتها الي نون ادابتي للسيتواسيون. لو كنت تفسر لنا نقطتين. دونك بالنسبه للناحيه القانونيه احنا الاشكال في القانون بالنسبه لنا احنا لازم تكون فيه رساله واضحه تحمي الضحيه،
وهذا اللي ما هوش متوفر. مثلا ناخذ زوز امثله. المثال الاول اللي هو صار عليه مشكله كبيره في المغرب حول امينه، الحاله امينه اللي هي طفله تعرضت لاغتصاب وحاولوا تزويجها من مغتصبها وانتحرت. القانون هذا موجود في تونس ايضا، موجود في تونس، واللي قر ان اذا كان المغتصب اللي اغتصب فتاة دون سن 18 يقبل انه هو يتزوج بالفتاة اللي اغتصبها تسقط عليه التهمة. وهذا بالنسبة لنا احنا معناتها شنو نقول لك، مصيبة. مصيبة علاش القانون هذا مصيبة؟ ما نلقاش نوتخ تيرم ومانيش مش نلوج ان تيرم اللي منمق اكثر من هكاك. سوفت، خاطر الوضعية ماهيش سوفت. واحنا في السونتر، وانا شخصيا تابعت قداش من حالة في المركز نتاعنا نتاع نساء ديمقراطيات نتاع فتيات ضحايا عنف، وشفت الى اي درجة تتمارس عليهم ضغوطات من طرف عائلاتهم من طرف المجتمع للتزوج بمغتصب. الحاجة الأولى، تصور أنت فتاة وقع اغتصابها واخذها عنوة معناتها واغتصابها، ان هي بعد الشخص اللي مارس عليها العنف هذاك يولي رجلها. اي عن اي علاقة نحكيه؟ علاقة الزواج بالنسبة لي أنا هي علاقة حب، علاقة مودة، علاقة تبادل افكار معناتها كيف كيف. هذه علاقة مبنية على اغتصاب، فينش توصل؟ والعديد من الحالات توري ان العلاقة هذيك بعد تتحول علاقة عنف. والحاجة الأخرى بالنسبة لنا احنا، اش معناتها تسقط قضية؟ كيفاش واحد يقوم باغتصاب كيف يقبل انه يقبل؟ معناتها لو تيرم ديجا يقبل انه يتزوج، وكأنه هو ولا عامل مزية باش يقبل انه يتزوج. تسقط عليه القضية. هذه حماية للمغتصب، واحنا ما نفهموش كيفاش القانون يكون دوره هو حماية المغتصب مش حماية الضحية وإعادة التأهيل. هذه نقطة، أعطيني نقطة نتاع المنظومة الأمنية اللي ماهاش متلائمة باش تستقبل الفتيات ولا نساء هذوما. ناخذ لك ليكزامبل، حديث الساعة صار العديد من الكلام على حادثة الاغتصاب اللي صارت، واللي احنا وفات انطلقنا منها باش نقولوا راهي مش حالة معزولة، رغم هول اللي صار فيها ورغم معناتها الحدة نتاعها وتضامننا الكامل مع الضحيه وصديقها. لكن المواطنه التونسيه هذه كيف تعرضت للاغتصاب، تعرفيش قداش من مركز شرطه مشات له؟ ايوه، ما دي ساعه نتاع الليل تعرضت للاغتصاب فاحش. خمسه مراكز الغدوه السبعه نتاع العشيه وهي تدور من مركز لمركز، من مركز في عين زغوان المركز اللاك للمنطقه الغدوه السبعه نتاع العشيه وهي تدور من بلاصه لبلاصه، باش في الاخر قالت لهم سامحوني راني مروحه اسقطت القضيه خليوني نروح. ولو لوندما اساتور وقت اللي روحت على اساس ان هي اسقطت القضيه، تلمو هي تعرضت للصعوبات، تعرضت للضغوطات، تعرضت للتعب نفسي. احنا شو نقولوا؟ نقولوا الشرطه اللي يلزمها تحقق في قضايا الاعتداءات الجنسيه يلزمها تاخذ بعين الاعتبار الصعوبات اللي تعدت بها الضحيه. اش معناتها؟ لازمتها تكوين سبيشال مثلا. انا نطالب جوستومون نطالب بتكوين للجهاز الشرطه اللي باش يستقبل الانواع، على لازم يكون مكون في عنده عقليه حقوق انسان، عنده عقليه حقوق نساء، يفهم اش معناتها عنف مسلط على النساء، يفهم اش معناتها انعكاسات نفسيه على النساء نتاع اش معناتها الانسان كيفاش ينجم يتصرف في حاله تعرضه للعنف. لازمته جوستومون تخصص، ان يولي عنده تخصص اكثر ويراكم اكثر تخصص. ولازمته ايضا مينيموم نتاع ميناجمون دو لاسباس فين يسمع حاجة من النوع هذايا. كيف كيف من ناحية المراكز الصحية اللي مؤهلة المواطنة، مثلا نرجع لقضية الحالة هذيك، مشات التروا ستركتور ميديكال باش في الأخر تلقى البلاصة اللي بالحق تنجم تقوم لها بالإجراءات. أستاذ أحمد عصيد، وأنت ناشط حقوقي مغربي، يعني القوانين هي المشكل ولا مشكل عقلية، مشكل مونتاليتي بالأساس؟ هناك أولا مشكلة عقلية الذكورة التي تشكلت على مدى قرون طويلة بسبب الفقه الذكوري المتخلف الذي رسخ أولوية الرجل ودونية المرأة. هذا صنع عقلية في المجتمع، الكل يتكتل لكي يحمي الرجل، الأمن في البوليس يعني في الأسرة، الشارع، الشهود، الكل يريد أن يحمي الرجل ولا حماية للمرأة. هذه ظاهرة يعني مسيئة في الواقع لدولنا ولمجتمعاتنا، لأنها تعطي صورة عن عدم انخراطنا في العصر الذي نحن فيه، والذي هو عصر المساواة وحقوق الإنسان. بطبيعة الحال هناك مشكل آخر، هو مشكل التربية في المنظومات التربوية
في المغرب مثلا هناك تكريس لهذه الدنيا داخل المنظومة التربوية، بمعنى أننا نخرج ملايين من التلاميذ والطلبة الذين يحملون في أذهانهم عقلية الذكورة هذه القديمة التي لا تعترف بقيمة المرأة وبأدائها، رغم أن المرأة أثبتت واقعيا كفاءتها. فماذا يتم؟ هذه العقلية الذكورية تتنازل نوعا ما، لأن المرأة أصبحت ذات مردودية مادية عند أنصالح، ولكن دون أن تتنازل على المستوى القانوني. يعني نريد أموال المرأة وأدائها، ولكن لا نريد لها قوانين منصفة. واضح. وهذا شيء متناقض. وأريد أن أذكر قبل في هذه النقطة بالذات، هو أننا نشرنا مجموعة قوانين عرفية أمازيغية فيها من ضرب زوجته يؤدي غرامة 4 مثقال في العرف الأمازيغي. نرجع لك ستعطينا أكثر تفاصيل على العرف الأمازيغي في النقطة هذه. معك سيد أحمد عصيد وما زلت معنا أحلام بالحاج، ولكن ماشيين إلى استوديوات نسمة، استوديوات الأخبار في نسمة، باش ناخذوا عناوين نشرة 8 غير بو. معك الياس الغربي، مساء الخير الياس. مرحبا بك حمزه. اذا اليوم نحكيو على الفيديو المسرب للغنوشي، شكون وراه وكيفاش انتشر حمزه؟ اثر اجتماع لوتيكا اصحاب المؤسسات يقدموا بلائحه لوم للحكومه التونسيه، اضراب عام بمكثر، والاهالي يطالبوا الحكومه بتنفيذ الوعود اللي قطعتها خلال زياره رئيس الجمهوريه. عملت الاليه 16 الاساتذه المتقاعدين واصحاب الشهادة المعطلين ملل من الوعود ومطالب بتسوية الوضعيات. حركة وفاة للثورات قيم أداء حكومة الترويكا وتشكك في مصداقية المبادرات اللي دعت لها الأطراف الحزبية والنقابية. شكرا لك الياس الغربي، الموعد معك بعد أقل من 3 دقائق في أخبار 8 غير بوع في نسمة. وعودة معاكم ضيوفنا. السيد أحمد عصيد، كنت تحكي لنا على القوانين الأمازيغية في موضوع حماية ربما حقوق النساء، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل في النقطة. نعم، في القانون العرفي الأمازيغي هناك تغريم للرجل الذي يضرب المرأة ويؤدي 4 مثقال، مثقال هو عملة ذلك الوقت. وفي المناطق الأمازيغية لم كانت تعطل الحدود، ما يسمى بالحدود، لم تكن تقطع يد السارق بل يغرم، ولم يكن هناك حكم الإعدام، ولم يكن الرجم بالحجارة مقبولا. كانت هناك قوانين عرفية قائمة أصلا على الغرامات، وبالطبع القبائل تريد حماية أفرادها وترفض بطر الأعضاء، وتريد أيضا نوع من التقسيم العادل للشغل بين الرجل والمرأة. هذا بالطبع تم بسبب التشدد الفقهي، تم طمسه، زائد أنه لم يدرج في المقررات الدراسية ولم يعرف به في وسائل الإعلام بعد الاستقلال. وانت تعتبرون أنه رغريسيون معناها بارابور للقوانين الأمازيغية؟ بالطبع، لأن لا يمكن أبدا لشعب ما أن ينهض إذا لم يعتمد في ثقافته الأصيلة القيم الإنسانية. واضح. وبالطبع سادت منظومة فقهية متخلفة عن تطور الواقع. يمكن نقطة أخيرة معك أحلام بالحاج، رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، لو كان نجم نذكروا برقم الهاتف مثلا متاع مركز الإنصات متاعكم، كانك حافظته ولا ماكش حافظته؟ مركز الانسات 112 الحريه. لكن انا نحب نقول قبل ما نختموا اني راهو النضال ضد العنف المسلط على النساء لازمته استراتيجيه كامله، اولها الاعتراف بالحقوق الانسانيه للنساء. احنا اليوم اذا كان مازلنا في واقع نتسائلوا يندرى النساء والرجال متساويين ولا لا، ويندرى متكاملين ولا متساويين، راهي هذه ارضيه كامله نتاع انا وزاره المراه بنينا ارضيه للعنف. هذه الحاجة الأولى، دونك لازم الإقرار بالمساواة باش نتجاوزوا، لازم الإقرار باحترام الحرمة الجسدية للبشر. إذا كان أنت ما تعطيش ثقافة احترام الحرمة الجسدية راهو ما تنجمش تناضل ضد العنف. واضح، شكرا لك أحلام بالحاج، رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية. يعطيك الصحة سيد أحمد عصيد، الناشط الحقوقي الكاتب والباحث في الشؤون الأمازيغية، على حضورك معنا، مرحبا بكم. شكرا لكم انتم على متابعة الجزء الأول من ناس نسمة، ملتقانا بعد الأخبار بطبيعة الحال الموعد مع ليغينيول دي مغرب، ونستقبله في الجزء الثاني من ناس نسمة اليوم الفنان التونسي شكري عمر الحناشي ونزيم مقبل المكلف بالعلاقات الدولية للمهرجان الدولي للبوندسيني في الجزائر. ملتقانا بعد الأخبار.